السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالواضح في النشاط العلمي المستوى الخامس، الطبعة الجديدة، طبعة شو تنبيه 2021. خلال هذا الفيديو ستجدون الحصة الأولى من الأسبوع الثاني، يعني من الموضوع الأول. الأسبوع الثاني كنقصد به الأسبوع اللي بعد أسبوع التقويم والدعم. موضوع هذه الحصة هو الجهاز الهضمي. أهداف هذه الحصة أن يتعرف التلميذ أعضاء الجهاز الهضمي لدى الإنسان، وكذلك أن يحدد وظيفة كل عضو. نبدأ بأتساءل، منذ أن فقد العم الجلالي أسنانه جميعها أصبح يعاني من هزال وعسر الهضم. نصحته طبيبة مستوصف الحي بتناول أغذية في شكل عصائد وسوائل في انتظار زيارة طبيب الأسنان لتعويض أسنانه المفقودة بأخرى اصطناعية. خالجت علي عدة تساؤلات. الأمر أن العم الجلالي هو واحد الرجل اللي فقد أسنانه، يعني ما بقوش عنده سنين، ومن هذاك يعني من ذاك الوقت وهو يعاني من هزال، يعني وعسر الهضم، عنده مشكل في عسر الهضم. في نظركم لماذا؟ لأن للأسنان دور أساسي في عملية الهضم. إذا نحن نتحدث على واحد العضو ولا واحد، يعني أين توجد الأسنان؟ في الفم. إذا أول عضو من أعضاء الجهاز الهضمي هو الفم. إذا داخل الفم هناك أسنان، هناك لعاب. إذا إذا فقدنا الأسنان هي التي تقوم بتقطيع وتقسيم الطعام إلى فتات، ما بقاتش هذه العملية، ما كاينش العضو اللي يدير هذه العملية، لذلك أصبح عنده عسر في الهضم. شنو نصحت الطبيبة؟ بأن يأخذ الأغذية على شكل عصائد وسوائل. إذا غادي يأخذ العصائد ديجا، يعني أنا مطحون فيها، يعني لي سوب مطحونين فيها، يعني الأغذية ما تحتاج لتقطيع، والسوائل كذلك سهلة الهضم. إذا أول شيء إحنا عرفناه دابا، أسجل سؤال تقصي وفرضيتي في دفتر التقصي. غادي نقترح عليكم أنا واحد الصيغة هنا، راه ماشي ضروري غير هذا هو اللي كاين، هذا غير مجرد اقتراح. سؤال تقصي هنا، ما هي أعضاء الجهاز الهضمي وما هو دور كل عضو منها؟ ما هي أعضاء الجهاز الهضمي وما هو دور كل عضو؟ إذا هنا حاولت نكتب الأعضاء: الفم، المعدة، الأمعاء الدقيقة والغليظة، هناك المريء كذلك، رغم ما كتبتوش هنا، يعني مجرد فرضيات. بالنسبة للفم دوره تقطيع الغذاء، المعدة تحويل الأغذية إلى عصيدة، المعدة الدقيق تحويل الأغذية إلى سائل. مجرد فرضيات فقط. للتحقق من هذه الفرضيات سنجيز النشاط الموالي اللي هو بعنوان اختبر فرضياتي. activité je reconnais les organes de l'appareil digestif للجهاز الهضمي. اذا اول حاجه مطلوب مني انني نعطي هنا يعني عنوان، انا عطيته باللغه العربيه، تقدر تعطيه بالفرنسيه: les organes de l'appareil digestif. les organes de l'appareil digestif او اعضاء الجهاز الهضمي هي كالتالي: تدخل الأغذية إلى الفم. انتبه واسمع جيدا، ويجب الشرح، يعني فاش كندخلو الأغذية إلى الفم يتم تقطيعها وتفتيتها بواسطة الأسنان، كما يقوم اللعاب كذلك بدور مهم في تحويلها إلى عجينة. ثم تنتقل هذه الأغذية إلى المريء عبر المريء لتصل إلى المعدة. فالمعدة بفعل تأثيرين: أولا تأثير ديال الحركة ديالها، الانقباضات والامتدادات، كذلك بواسطة العصارة المعدية تحول هذا العجين، يعني هذا الغذاء اللي أصبح على شكل عجين، إلى عصيدة. هذا الغذاء ينتقل من المعدة إلى المعد الدقيق. المعد الدقيق بواسطة عصارة المعد الدقيق يقوم بتحويل هذه الأغذية إلى
سائل. هذا السائل كيكون محمل ومو يعني غني بمواد القيت. هذه مواد القيت التي يتم امتصاصها عبر العروق الدموية، وبعد ذلك يتكلف الدم بتوزيعها إلى باقي أعضاء الجسم. بالنسبة للماء الغليظ يعني هنا كتكون يعني السائل، هنا تحول السائل وهنا تبقى يعني الفضلات اللي هي عبارة عن صلب. ثم أخيرا الشرج، النشاط الثاني، وحددوا مسار الأغذية في الأنبوب الهضمي. هنا خصنا نميزوا ما بين الجهاز الهضمي والأنبوب الهضمي. الأنبوب الهضمي هو كالتالي، يعني الفم، المريء، معدة، معي دقيق، معي غليظ، هنا خص تكون نقطة، والشرج. لكن في عندما نتحدث عن جهاز هضمي نتحدث كذلك عن يعني أنا مثل اللعاب، الأسنان، غدة لعابية أو أسنان، كذلك نتحدث عن يعني العصارة، يعني كاع الأمور التي تساهم في عملية الهضم. أعيد: فم، مريء، معدة، معي دقيق، معي غليظ، والشرج. النشاط الثالث: أتعرف مصير، أتعرف مصير الأغذية التي أتناولها، أوظف الكلمات التالية في المكان المناسب: معدة، استوما، أدراس، لمولاغ، المريء، القواطع، ثم اللعاب، ثم اللسان. يعني يقدم الطعام بماذا؟ يعني ما معنى يقدم؟ يعني يقطع بالقواطع، يقدم الطعام بالقواطع، يعني الفراغ الأول سنضع فيه قواطع، ويقلب باللسان، واللسان يقوم بتقليبه، ويمزج باللعاب. إذا الفراغ الأول القواطع، الفراغ الثاني اللسان، والفراغ الثالث اللعاب. ويطحن بماذا؟ يطحن بالأضراس، فيصبح على شكل عصيدة تبلع عبر المريء لتصل إلى المعدة. إذا الفراغ الأول الماء القواطع، الفراغ الثاني اللسان، الفراغ الثالث اللعاب، الرابع الفراغ الرابع الأضراس، الفراغ الخامس المريء، والفراغ السادس المعدة. ننتقل إلى الصفحة رقم 11، النشاط الرابع: أكتشف دور العصارة الهضمية في هضم الأغذية. عند وصولها إلى المعدة، يعني الأغذية وصلت للمعدة يعني في النشاط اللي سبق، ماذا يقع على مستوى المعدة؟ تخضع العصيدة لتأثير ميكانيكي يؤدي إلى خلط مكوناتها مع العصارة المعدية. بالإضافة إلى ذلك تتدخل العصارات المعوية على مستوى المعي الدقيق. ملاحظ هنا الوثيقة 2، بداية التجربة: وضعنا قطعة لحم في هذا الإناء، ووضعنا ماء زائد عصارة معدية في درجة حرارة قيمتها 37 درجة. هذه في بداية التجربة، كيف هي قطعة اللحم، يعني قطعة صلبة. بعد مرور مدة من الزمن أو وقت، ماذا لاحظنا؟ أن قطعة اللحم تم تفتيتها وتقطيعها وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة. إذا النتيجة بعد مرور يوم، يوم كامل، ماذا وقع؟ قسمت قطعة اللحم إلى أجزاء بتأثير العصارة المعدية. أعيد: النتيجة قسمت قطعة اللحم إلى أجزاء بتأثير العصارة المعدية. تلخص الوثيقة 2 تجربة هضم لقطعة لحم في أنبوب الاختبار. هذا الاختبار اللي درنا هو تصغير العملية اللي كتتم على مستوى المعدة عند الإنسان. على الوثيقة 2 أكتب النتيجة، قد كتبتها: أقارن محتوى الأنبوبين وأكمل هذه الجملة بما يناسب كيميائي هضمت. إذن العصارة المعدية هضمت قطعة اللحم، تسمى هذه العملية بالهضم الكيميائي. يعني الفراغ الأول سنضع فيه هضمت، والفراغ الثاني كيميائي. النشاط الخامس:
اتعرف دور المعي الدقيق. هنا عرفنا اش كيوقع على مستوى الانف على مستوى الفم عفوا. يتم ادخال الاغذيه الى الفم، تتكلف الاسنان بتقطيع بقضم، يعني القواطع تتكلف بقطع هذه الاطعمه الى اجزاء، ثم اللسان يقلب الاغذيه ويتم مزجها باللعاب وتطحن بواسطه الاضراس فتصبح على شكل عصيده او العجينه. هذه تبلع بواسطة المريء، يعني فتمر من المريء لتصل إلى المعدة. شنو كيوقع على مستوى المعدة؟ هو اللي شفنا في النشاط 4، يتم يعني بواسطة الحركة أو تأثير الميكانيكي ديال المعدة كيتم خلط ديك العصيدة اللي وصلت للمعدة بواسطة عصارة معدية. هاد العصارة المعدية ماذا تفعل؟ تقوم بتقسيم هذاك الطعام إلى أجزاء جد جد صغيرة، ثم هذه الأجزاء تتحول بعد ذلك أو لهذه العصيدة تتحول إلى المعي الدقيق. وهنا غادي نعرفوا دور المعي الدقيق. ألاحظ الوثيقة 3 وأضع تعليقا لها بكتابة الكلمتين في مكانهما المناسب. هذه الوثيقة أستسمح ما عمرت هذو. هنا المعي الدقيق، هنا عروق دموية، المعي الدقيق عروق دموية. إذا هنا أو أوعية دقيق مع دموية، أوعية هذه أوعية دموية، وهنا معي دقيق، يعني المكان الأول معي دقيق والمكان الثاني أوعية دموية. يخرج الدم من المعي الدقيق محملا بمواد القيء، يعني السكريات والدهون والبروتينات البسيطة وأملاح معدنية وفيتامينات. فين كتكون هاد المواد القيء؟ كتكون في الأغذية. إذا فاش كتوصلنا الأغذية لمعي الدقيق، يتم خلطها بواسطة أو لتحويلها إلى سائل بواسطة عصارة المعي الدقيق. داك السائل كيكون محمل بمواد القيء. شنو هي مواد القيء؟ هي السكريات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية، كذلك بالماء والفيتامينات. هاد مواد القيء كتمتصها الأوعية الدموية من المعي الدقيق وتقوم بتوزيعها على باقي الجسم. إذا أملأ الفراغ بما يناسب من المفردات التالية: المعي الدقيق، الهضم، الدم، مواد القيء. تنتقل مواد القيء التي نتجت عن الهضم من المعي الدقيق إلى الدم الذي يوزعها على مختلف أعضاء الجسم. تنتقل مواد القيء التي نتجت عن هضم من المعي الدقيق إلى الدم الذي يوزعها على مختلف أعضاء الجسم. تسمى هذه الظاهرة بعملية الامتصاص المعوي. تمر الأغذية غير المهضومة إلى المعي الغليظ مشكلة الفضلات التي تطرح عن طريق الشرج في شكل براز. دابا أجابه فرضياتي بنتائج أنشطتي. كنرجعوا للفرضيات ونقارنها بالاستنتاج. استنتج 4، على دفتر التقصي أدون أهم الاستنتاجات التي توصلت بها. أنا نقدم لكم هذا الاستنتاج البسيط. خلال عملية الهضم تتحول الأغذية تدريجيا إلى عناصر بسيطة تسمى مواد القيء. يمتص المعي الدقيق هذه المواد وينقلها إلى الدم الذي يوزعها على أعضاء الجسم. أعيد قراءة هذا الملخص، هذا مجرد اقتراح، احنا راح نجزون ملخص في القسم رفقة التلاميذ وبشكل تشاركي. خلال عملية الهضم تتحول الأغذية تدريجيا إلى عناصر بسيطة تسمى مواد القيء. يمتص المعي الدقيق هذه المواد وينقلها إلى الدم الذي يوزعها على أعضاء الجسم. آخر شيء هنا، وأستثمر تعلماتي، أحدد عضو الجهاز الهضمي الذي تتم في مستوى عملية الامتصاص المواد القيء، هو يعني المعي الدقيق. هنا المعي الدقيق. سؤال ثاني، je complète la phrase suivante par ce qui convient parmi les mots suivants. يعني غادي نكمل هذه الجملة. إذا
مواد القيت و يعني العصارة الهضمية. العصارة الهضمية إذا عندنا غادي نملؤها العصارة الهضمية والمواد القيت. يعني مواد القيت هي نتيجة يعني هضم للأغذية على شكل يعني عصارات هضمية أو بواسطة العصارات الهضمية. هنا أنجز عالم تجربة ثانية، حقنا فأر بكلوكوز غذاء بسيط في الماء الدقيق، وبعد مرور ساعة لاحظ أن هذا الغذاء اختفى من الماء الدقيق وأن نسبته في الدم ارتفعت. وحدد الفرضية التي أراد هذا العالم التأكد من صحتها. الفرضية هو على أي مستوى أو ما هي وظيفة المعي الدقيق لكي يتأكد من أن يتم امتصاص المواد القيت على مستوى المعي الدقيق، أو سيتم امتصاص مادة الجلوكوز من المعي الدقيق إلى الدم، أو تنتقل مادة الجلوكوز من المعي الدقيق إلى الدم بواسطة الأوعية الدموية، والنتيجة أنها نفسها.